بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مع الامين. النهارده حلقتنا مفاجاه من العيار الثقيل، هنتكلم فيها عن موضوع مهم وهو كيفيه تطوير منظومه التعليم في مصر من خلال لقائنا مع شخصيه كبيره جدا، احد القامات التعليميه الكبيره في مصرنا الحبيبه. ضيف حلقتنا النهارده استاذ الدكتور احمد جابر شديد، رئيس جامعه الفيوم. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا، منور برنامج مع الامين. شكرا لحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. قبل ما نتكلم يا دكتور عن دور التعليم، يعني في دور جامعه الفيوم، عايزين كده في البدايه دكتور شايف مستوى التعليم في مصر، يعني حابين نتكلم عنه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضراتكم وبشكر كل الساده المشاهدين، يا رب ان شاء الله كده تبقى لقاء ان شاء الله مفيد ومجدي مع حضرتك. يعني التعليم زي ما حضرتك قلت هو قاطره التنميه في اي دوله من الدول، واعتقد ان مصر لها مش من النهارده، مصر من قديم الزمن ولها تاريخ قديم جدا وتاريخ عريق في كل المؤسسات التعليميه الجامعيه. مصر يعني يمكن ان احنا نقول بكل ثقه مصر اللي علمت العالم. وقت كان العالم كله بيغوص في الظلام، كانت مصر منها العلماء المفكرين المبدعين في كافه مجالات العلوم. فالجامعات المصريه في الوقت الحالي والمراكز البحثيه بتسير على نفس الدرب، يعني متوقع واللي الناس كلها شايفاه واللي الناس كلها ملاحظاه، ان في تطور كبير جدا في الفتره الحاليه في كل منظومه التعليم المصري. تمام يا دكتور. وطيب حضرتك بالنسبه للصعوبات اللي بتواجهها منظومه التعليم في مصر، حابين برضو نلقي الضوء ليها. هو يمكن من الصعوبات، خلينا نقول الكثافه في بعض التخصصات بشكل اساسي، يعني يمكن خصوصا في التخصصات النظريه بنلاحظ ان في كثافه شويه في عدد المتقدمين. ولكن اعتقد ان ده يعني وعي القياده السياسيه والمسؤولين والمجلس الاعلى للجامعات والمسؤولين عن المنظومه بداوا يفطروا لهذه القضيه، فبدانا نحط حلول في الوقت الراهن ان شاء الله يمكن يعني نتحدث فيها اثناء اللقاء مع حضرتك. بدانا نحط بعض الحلول اللي بدانا نتغلب بها على هذه الكثافة. قد يكون برضو من المعوقات قد يكون جانب مادي في بعض التخصصات، خصوصا التخصصات الحديثة اللي بيحتاج البحث فيها والتعمق فيها إلى مخصصات مالية كبيرة. وإن شاء الله زي ما حضرتك شايف إن في الفترة الأخيرة والدستور وكل التغيرات اللي بتتم بتدعم التعليم بشكل أساسي وبتعمل على زيادة الموارد الخاصة بيها. تمام. احنا هنطلع كده نشوف فيديو ونرجع كده للدكتور يعلق لنا عليه ان شاء الله.
فعايزين يا دكتور بقى تعلق لنا على الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي. طبعا ده من الاحداث المبهجه في جامعه الفيوم. هو طبعا كان بمناسبه احتفال جامعه الفيوم بعيد العلم الثاني عشر، وده تقليد بتقوم به الجامعه من 12 سنه. بيتم في نهايه كل عام عمل حفل تكريم للمتميزين من ابناء الجامعه، سواء من الباحثين او من الطلاب او الفائزين بجوائز الجامعه التقديريه او التشجيعيه. ويمكن المره دي في هذا الاحتفال كان احتفال مميز شويه، لان شرفنا بوجود معالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار ومعالي السفيره دكتوره نبيله مكرم وزيره الهجره، وطبعا في وجود معالي المحافظ دكتور احمد الانصاري. احتفوا معانا بهذه الاحتفاليه، وعلى هامش الاحتفاليه دي اللي حضرها معانا تم اطلاق تميمه وبدء الاستعداد لانطلاق اسبوع فتيات الجامعات المصريه الخامس اللي بيتم تنفيذه لاول مره في جامعة الفيوم. تمام. وبرضه كنت حابب يا دكتور احمد كنت حابب تكلمنا برضه على عدد الجامعات المشتركه في الحدث المهم الجبار دوت. هقول لحضرتك الجامعات المصريه فيها نوعين من الانشطه. في انشطه بتسمى بالانشطه القمميه، ودي بتبقى في الغالب بتشارك فيها معظم الجامعات المصريه، وفي انشطه بتبقى انشطه محليه دي بتمارس على مستوى الشكل داخلي جوه الجامعه. فاسبوع الفتيات هو بيعتبر النشاط الثاني من الانشطه القمميه بعد اسبوع شباب الجامعات اللي بيتم تنفيذه في الجامعات المصريه. ويمكن كان لينا الشرف الحمد لله ان وفقنا السنه دي في الفوز بشرف تنظيم هذا الاحتفال، طبعا بدعم معالي الوزير الدكتور خضر عبد الغفار والمجلس الاعلى للجامعات. دي حاجه جميله جدا يا دكتور، وبهنى حضرتك عليها بصراحه. طبعا الحمد لله. مشارك معانا السنه دي يمكن ولاول مره اقدر اقول لحضرتك بكل ثقه كده ان في هذا الملتقى أكبر ملتقى بيتم تجمع فيه للجامعات المصرية على مستوى كل الأنشطة اللي تمت خلال الفترات السابقة. أنا بيشارك عندي 25 جامعة مصرية من إجمالي 27. وطبعا ده حاجة من الحاجات المشرفة، إن دل على شيء بيدل على ثقة هذه الجامعات في جامعة الفيوم. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة يا دكتور. الحمد لله. مشارك معانا من كل جامعة من هذه الجامعات وفد مكون من 100 طالبة، بالإضافة إلى طبعا معالي رئيس رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات ومدير عام الشباب وممثل الأنشطة في هذه الجامعات. فإن شاء الله ده هنعتبر إن هو ده عرس من الحاجات المميزة ما شاء الله دكتور اللي تشرف بيه ان شاء الله جامعه الفيوم. يعني وبرضه حابب يا دكتور يعني ايه هي الانشطه الفعليه اللي بتمارسها الفعاليات والفعاليات يعني في الجامعه؟ حقيقي احنا برضه السنه دي هنعمل حاجه يمكن مختلفه شويه. الكم معتاد في مثل هذه الانشطه اللي كان بيتم ممارسه الانشطه المعتاده وهي الثقافيه والفنيه والرياضيه والاجتماعيه بهذا الشكل. احنا الحقيقي المره دي او في هذا الحدث حاولنا ان احنا نضيف بعض الفعاليات الجديده. فانا في مدينه او في محافظه فيوم، معروف من قديم الازل ان دي من المحافظات السياحيه. فاحنا حاولنا برضو ان احنا نعمل نشاط سياحي جوه المحافظه اثناء هذه الفعاليات. حاولنا نبدا نطبق بشكل عملي مبادرات فخامه رئيس الجمهوريه، سواء الكشف عن سرطان الثدي للفتيات او مبادره اتخدر او مبادره هنجملها. فان شاء الله هيتم تطبيق كل هذه المبادرات جوه هذا الاسبوع ان شاء الله. لا ما شاء الله يا دكتور عمي. ان شاء الله. يعني برضو عايزين برضو حابين برضو دكتور يعني ايه اهميه الحدث بالنسبه لجامعه الفيوم؟ طبعا ده حدث كون ان جامعه فيوم تنظم هذا الحدث للمره الاولى، ده بيعتبر ثقه من المجلس الاعلى للجامعات وثقه من الجامعات المصريه. وبناء عليه بنبدا نضيف الى بعض البنيه التحتيه في جامعه الفيوم من ملاعب. لك ان تعلم حضرتك ان عشان نمارس هذه الانشطه احنا دلوقتي تم تجهيز 8 ملاعب على اعلى مستوى في الجامعه. دي بقت بتضاف الى الموارد الاساسيه في الجامعه اللي هتستمر عشرات السنين يتم استخدامها للطلاب، علاوه على ده هيساهم في رفع التصنيف بتاع الجامعه عموما في وسط الجامعات سواء المصريه او الجامعات العربيه والجامعات الاجنبيه، لان دي انشطه بتمارس. علاوه على هدف من الاهداف هذا الملتقى، هو زي ما قلت لحضرتك هو وضع الفيوم او مدينه الفيوم او محافظه الفيوم على الخريطه السياحيه، لان انا
هيجي لي طالبات من كل الجامعات المصريه من اسوان لحد اسكندريه. في بعض منهم اول مره يجي مدينه الفيوم، فلما نيجي ننظم له رحله لبعض المناطق السياحيه والاثريه في الفيوم، اعتقد انها هتبقى دي علقه في التاريخ في ذهنه، فهيبقى كل واحد من ده كانه سفير للفيوم في المحافظه بتاعته او في جامعته. فاعتقد في استفاده كبيره جدا من تنظيم الحدث ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا يا دكتور. ممكن برضو حابين برضو نتكلم يا دكتور عن استعداد الجامعه لاستقبال الحدث الضخم دوت. حقيقي احنا من يوم ما المجلس الاعلى للجامعات مشكورا وافق لنا من حوالي 5 شهور، وانا اقدر اؤكد لحضرتك ان في فريق عمل بيعمل يوميا من 8 صباحا لحد 12 مساء حتى يخرج هذا الحدث بالشكل المناسب. ويعني في شبكه اتصالات شغاله تليفونيا، احنا يعني ما بنرجعش بيوتنا قبل الساعه 1 بالليل، من الملاعب لصالات الانشطه لصالات النشاط الثقافي لتجهيز مسرح للقرى لتجهيز المعارض وهكذا. يعني من خلال حضرتك بقى بشكر كل اللجنه العليا المساهمه في تجهيز لهذا الحدث، ومنهم طبعا الاعلاميين اللي زي حضرتك وكل الاعلاميين اللي شاركونا في نشر هذا الحدث. يعني باذن الله ان شاء الله برضو كاميرا مع الامين هتبقى موجوده برضو يا دكتور. شرف لينا ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا دكتور ان شاء الله. يعني شاء انا برضو يا دكتور حابب برضو اللي هو البرنامج، يعني الحفل اللي هيبقى الافتتاح بتاعه برضو حابب نتكلم فيه. هو حضرتك الحدث هو هيبدا باستقبال الوفود من يوم 31 ان شاء الله يناير. حفل الافتتاح تم الحمد لله اتفاق على اقامته جوه استاد مدينه الفيوم بحضور ان شاء الله معالي الساده الوزراء اللي بيشرفنا، وبنعمل ان شاء الله ان يكون من ضمن الحضور دوله رئيس مجلس الوزراء، ودايما معتاد بيحضر مثل هذه الاحداث. هيبقى شرف كبير جدا للفيوم والجامعة الفيوم حضور معاليهم مع الساده الوزراء المعنيين ووزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضه الصحه التضامن الصناعه كل دول البيئه كل دول ان شاء الله متوقعين انهم يشرفونا وينوروا جامعه الفيوم. هيتم طبعا في خلال الاحتفاليه هيتم الاعلان عن الاحتفاليه. الجامعه عندنا كليه التربيه الرياضيه مشكوره منظمه بعض العروض الرياضيه، عندنا في عرض خاص بابطال العالم في الكاراتيه هيتم عرض بعض الفقرات الغنائيه في خلال اثناء الفنيه يعني خلال الاحتفال. وفي النهايه ان شاء الله هيتم اطلاق اشاره البدء واطلاق الشعله للبدء في ممارسه الانشطه من اليوم التالي مباشره ان شاء الله. تمام. برضه حابب يا دكتور يعني ايه هو دور المحافظه المؤسسات المختلفه في مسانده الجامعه؟ لا حقيقي يعني من خلال حضرتك انا بوجه شكر كبير جدا لكل العاملين في محافظه الفيوم على راسهم طبعا معالي المحافظ دكتور احمد الانصاري. دكتور احمد الانصاري احنا بنتواصل يوميا اكتر من مرتين ثلاثه في اليوم لتسجيل كل العقبات اللي خليني اقول لحضرتك ان الكلمه المشهوده عند دكتور احمد الانصاري ان هذا العرس لن يتم تكراره في جامعه الفيوم او في محافظه الفيوم مره ثانيه الا بعد مرور ما لا يقل عن 40 عام، لان زي ما حضرتك عارف هو ده مش مسموح لجامعه انها تنظمه عامين ورا بعض، فلازم يتم تكراره الاول في كل الجامعات. فانا لو حسبت عدد الجامعات هلاقي هذا الكلام لن يتم تكراره في جامعه الفيوم او في محافظه الفيوم الا بعد حوالي ما لا يقل عن 40 عام. دايما دكتور الانصاري معالي المحافظ الكلمه الشهيره ليه ان دول مش جايين لجامعه الفيوم، دول جايين لمحافظه الفيوم، فلابد ان تظهر محافظه الفيوم بالشكل اللائق. كل دلوقتي ما المختصين في جامعه الفيوم من الجهاز التنفيذي والجهاز الامني والاجهزه الرقابيه احنا كنا من يومين كنا في اجتماع مع مسؤول التموين عشان نوفر التغذيه، مع مسؤول المرور عشان نوفر الطرق، مع مسؤول الكهرباء، مع مسؤول الصرف المياه الشرب. حقيقي يعني المحافظه مسخره كل امكانياتها لخروج هذا الحدث بالشكل اللي بيليق بالمحافظه ثم جامعه الفيوم. تمام. وبرضه الحاجه اللي انت حابب تتكلم فيها دكتور يعني في الحدث دوت يعني بالنسبه لينا ايه الرساله اللي انت حابب توجهها برضه؟ هقول لحضرتك احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول ان احنا حاولنا نخرج بالحدث ده خارج الاطار التقليدي للانشطه. احنا الفيوم من المحافظات المشهوره بالحرف اليدويه، قد لا يكون واخده الانتشار او
السمعة اللي هي المتعارف عليها. فلذلك احنا كنا حريصين على عمل معارض للسلع للمنتجات اليدوية اللي بتشتهر بها الفيوم لهؤلاء الطلاب وفي أماكن تجمعاتهم. هيتم برضو في خلال هذا الأسبوع تنفيذ مبادرة هنجملها اللي هيتم فيه زراعة 3000 شجرة مثمرة جوه محافظة الفيوم وجوه جامعة الفيوم. هيتم خلال هذا الحدث عمل كشف على 3000 فتاة من خلال التعاون بين مديرية الصحة بالفيوم وبين جامعة الفيوم للأمراض اللي هو سرطان الثدي. ده تنفيذا برضه لمبادرات مع رئيس فخامة رئيس الجمهورية. هيتم فيها تنفيذ مبادرة تتخدر برضه اللي بيدعمها فخامة رئيس الجمهورية. فحقيقي في أكتر من نشاط إن شاء الله هنقدر ننفذه إن شاء الله خلال هذه الاحتفالية بإذن الله. كل التوفيق لجامعة الفيوم يا دكتور أحمد. يعني بسم الله ما شاء الله. في برضه معانا سؤال هو برضه حابين جامعة الفيوم جامعة عريقة، ايه هي السبب وراء عدم تواجد اي يعني 10 جامعات تبقى موجودة افضل 10 جامعات في العالم؟ يعني دي احنا بالنسبة لنا يعني عايزين برضو نتناقش في الامر ده مع بعض. يعني خلينا نقول انت حضرتك بتتكلم على التصنيف، تصنيف الجامعات. تصنيف الجامعات ده بيخضع لمعايير كتيرة جدا. تمام. يعني تصنيف الجامعات يعني خلينا يعني ما نقولش السؤال كده، نقول احنا كنا فين وبقينا فين. تمام. احنا في وقت من الاوقات لم تكن جامعة مصرية داخلة في أي تصنيف من التصنيفات العالمية إلا جامعة القاهرة. تمام. دلوقتي أعتقد معظم الجامعات المصرية دخلت في معظم التصنيفات. تمام. والتصنيفات دي أنواع كتيرة، حوالي 14 تصنيف، يمكن منهم حوالي 5 أو 6 تصنيفات مهمة جدا. أعتقد دلوقتي كل الجامعات المصرية داخلة في هذه التصنيفات. هو ممكن يكون الترتيب بتاعها إلى حد ما مش متقدم، ولكن مع الوقت بدأت تظهر علامات وحاجات مميزة. أنا ممكن أقول لحضرتك إن أنا عندي باحث عندي جوه جامعة الفيوم من للعام الثاني على التوالي بيحتفظ بتواجده ضمن أفضل 300 باحث يتم الاستشهاد بأبحاثهم على مستوى العالم. أنا أقول لحضرتك إن أنا عندي شباب من خريجين الجامعة بيعملوا دلوقتي معارين في جامعة هارفارد مثلا، اللي هي واحدة من الخمس جامعات الأولى على مستوى العالم. حاجة جميلة يا دكتور. يعني عندنا عدد كبير جدا من طلبتنا بيشتغلوا في أرقى الجامعات الأوروبية يعني. ولكن هو موضوع التصنيف بالتأكيد هو بيحتاج مجهود، بيحتاج لأن التصنيف بياخد معاه عدد الطلاب، عدد الأساتذة الأجانب، عدد الفايزين بجائزة نوبل وهكذا يعني. ولكن بطمن حضرتك إن الجامعات المصرية دلوقتي كل يعني معظمها إلى ما يكون كلها موجودة على خريطة التصنيفات العالمية، وخصوصا أعلى 5 تصنيفات على مستوى العالم. تمام. حضرتك برضه يا دكتور يعني قيمة كبيرة جدا يعني، وعشان كده عايز أعرف من حضرتك إزاي نؤهل الخريجين لسوق العمل؟ نأهل الخريجين لسوق العمل. دلوقتي برضو توجه القيادة السياسية والمجلس الأعلى للجامعات إلى ما يسمى بريادة الأعمال والتنمية المستدامة. احنا يمكن من اسبوع موقعين اتفاقية مع يعني لو مسموح ان احنا نقول اسم الهيئة هو اتحاد المستثمرات العرب، يعني موقعين معاه اتفاقية لعمل تدريب للخريجين على سوق العمل. احنا عندنا جوه الجامعة ما يسمى برابطة خريجي جامعة الفيوم. عندنا كل عام بيتم عمل ملتقيات توظيف لخريجي الجامعة او لطلبات السنوات النهائية. بيتم دعوة كل رجال الأعمال، كل المستثمرين، كل أصحاب الشركات لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل. عندنا مركز خاص بالخدمة العامة بيتم تدريب الطلاب ده على ريادة الأعمال وعلى إزاي يعمل يبدأ بمشروع صغير. عندنا بعض المشاريع البحثية عاملينها جوه الجامعة بتساعد على تأهيل الخريج، والجامعة هي اللي بتدعم هذه المشروعات بحيث إن يمكن بعد كده إن احنا نخرجها للإطار التطبيقي. تمام. وبرضه دكتور يعني حابين برضه يعني ازاي احنا نستفيد من طاقات الشباب ونخلق جيل جديد بنهوض ببلدنا؟ الشباب هم يعني مش هنقول هم الحاضر، لا ده هم الحاضر وهم المستقبل. وشباب مصر شباب واعي. واحنا يمكن لما انا شخصيا يعني انا بتعامل مع الشباب من 30 سنة من ايام كنت معيد صغير، حقيقي الشباب في الوقت الحالي مع التقدم التكنولوجي بقى شباب واعي وشباب فاهم وعنده استعداد. بس هو كل اللي عاوزه هو عايز اللي يوجهه، هو عايز يشوف قدوة قدامه. ولذلك احنا حريصين جدا دايما على الالتقاء مع الشباب وعلى انهم يلتقوا مع
مع قامات ومع شخصيات ونماذج مميزه في الجامعات المصريه، بحيث ان ياخدوا منهم القدوه. لكن ان شاء الله يعني بنامل الفتره الجايه الشباب هم اللي، وخصوصا بعد المبادرات بقى اللي هو البرنامج الرئاسي، ويمكن احنا ملاحظين الفتره الاخيره يعني الساده نواب المحافظين من الشباب اللي هم خريج الجامعات اللي لسه لم يتخطوا 30 عام، فده ان دل على شيء بيدل على ان هذا الجيل ده عنده القدره ان شاء الله ان هو يقدر يقود البلد في الوقت الجاي ان شاء الله. فعلا يا دكتور، وكلام حضرتك جميل وشيق، وصراحه يعني حلقه جميله وشيقه بامان. شكرا لحضرتك. يعني صراحه يعني الواحد مستمتع جدا في الحديث مع سيادتك. شكرا في الحوار. شكرا لحضرتك. يعني برضه دكتور يعني حضرتك حابب برضه توجه رساله للشباب اللي هو المحبط، يعني حب لو بيشعر باحباط نقول له ايه يا دكتور؟ يعني يا فندم الشباب المحبط احنا موجودين وبنسمعه. يا انا يعني انا اقول لحضرتك، انا كرئيس جامعه مكتبي لم يغلق من يوم ما توليت هذا المنصب من 9 صباحا حتى 12 مساء في وجه اي شخص، بدايه من الطالب لحد عضو هيئه التدريس. الشباب المحبط لازم، لا يعني لازم الشباب يبدا يتحرك، لازم الشباب يبدا يتعلم، لازم الشباب يبدا يطور من نفسه، لازم الشباب ما يفضلش خلاص، ما بقاش الوقت اللي الشاب فيه هيفضل قاعد منتظر ان هتجي له وظيفه وهو قاعد، لا لازم دلوقتي ينمي نفسه، لازم يطور نفسه، لازم ما يقفش فقط على الشهاده الجامعيه اللي هو خدها، الشهاده اللي خدها دي بدايه، يبدا بعد كده يطور نفسه في نماذج كتيره جدا ناجحه من خلال التدريب ومن خلال التاهيل وهكذا يعني. فان شاء الله بنامل برضو من خلال التوعيه، من خلال ندوات مع هؤلاء الشباب، ان شاء الله بنامل فيهم خير الفتره الجايه ان شاء الله. تمام يا دكتور. برضو حابب يا دكتور يعني ايه التكليفات اللي عن فوائد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومه التعليم الوافدين؟ يعني حابب برضو ايه؟ طبعا ده من الموضوعات المهمه جدا اللي بيهتم بها المجلس الاعلى للجامعات، دايما المجلس الاعلى للجامعات حريص جدا على هذه الجزئيه، لان الوافد ده بيعتبر هو سفير لمصر جوه بلده. ويمكن اخر تطبيق بدا ينفذه المجلس الاعلى للجامعات هو برنامج ادرس في مصر، اللي بدأنا من خلاله يتم نشر. هو ايه المشكله؟ المشكله ان كان العالم او الشباب في الخارج ما كانش عندهم درايه كامله بالبرامج والمقررات الدراسيه اللي موجوده او اللي بتدرس في مصر. ففي تركيز بالمجلس الاعلى للجامعات في الوقت الحالي على تجميع كل هذه البرامج وعلى نشرها بالوسائل وباللغات المختلفه. العالم لازم العالم يشوفني، ولازم كل الجامعات دلوقتي بقى في تكليفات من معالي الوزير بانشاء مكتب خاص برعايه الوافدين، بحيث ان انا اعمل استقطب اكبر عدد من الوافدين. ده هيبقى فيه مردود مالي وفي نفس الوقت مردود سياسي، مردود اقتصادي للبلد. الطالب اللي بيجي وبيدرس عندي ده وبيخلص وبيتخرج بيبقى سفير لي انا في البلد اللي هو فيها. واعتقد ان في معظم الدول او يعني عدد كبير جدا من الدول العربيه دلوقتي اما بنسافر ليها ونلتقي بمسؤول هناك بيقول ده انا واخد الشهاده بتاعتي من جامعه كذا، ده انا واخد الشهاده من جامعه القاهره، ده انا واخدها من جامعه عين شمس وهكذا. فتبقى حاجه الواحد بيفخر بيها دايما يعني. فاحنا مركزين في الوقت الحالي على موضوع الوافدين بشكل عام. هو الكلام يا دكتور بسم الله ما شاء الله شيق وجميل زي ما قلت لحضرتك، بس الوقت بيداهمنا واحنا محتاجين اكتر من حلقه بصراحة. صراحة لا شرف ليا ان شاء الله. يعني احنا معانا كم كبير ومعانا موسوعه في المعلومات جدا. وحاجه يعني فعلا استفدنا مع حضرتك النهارده يا دكتور في الحلقه بتاعتنا. وباذن الله يعني الكاميرا الامين هتبقى موجوده ان شاء الله ان شاء الله في الجامعه عند حضرتك باذن الله. وبكده انتهت حلقتنا، وبنشكر الدكتور احمد جابر رئيس جامعه الفيوم، شرفتنا يا دكتور ونورتنا في برنامج. شكرا ليك يا فندم، شكرا لحضرتك خالص، وتشرفونا ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا ليك.